يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط في الاعتكاف الجماعي الممنوع، وكيف أجمع بين الاعتكاف الجماعي وبين أن يد الله مع الجماعة؟ يد الله مع الجماعة، جماعة الكلمة، يعني جماعة الكلمة، أن يكونون مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين ولا يشذوا. أما العبادات ما ندخل فيها شيء من عندنا، ما ورد أن الصحابة يعتكفون جماعيا، ما ورد أن الصحابة يعتكفون جماعيا، بل كل فرد يعتكف. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف وحده، والصحابة يعتكفون كل واحد وحده. ما نحذف شيء من عندنا نقول اعتكاف جماعي، هذا من المتصوفة، هذا ما جانا إلا من الصوفية، فعليكم بالحذر من هذه الأمور والبدع، فإنها تأتي من هذا الطريق، تساهل الناس فيها أول شيء ثم تتعاظم وتغطي على السنن. الاعتكاف فردي ما هو جماعي، الصيام فردي ما هو جماعي مثل ما يعمل هؤلاء المبتدعة، قيام الليل فردي ما هو جماعي، إلا إذا صادف بعض الأحيان أنهم صلوا جماعة، بعض الأحيان لا بأس، من غير اتفاق، من غير اتفاق، ناس في مكان مجتمعين وقالوا نصلي جماعة قيام الليل ما في مانع. أما إذا تواعدوا وقالوا نجي ونصلي جماعة، لا، هذا بدعة، هذا ما هو إلا في التراويح فقط، هذا ما غير في التراويح، في صلاة الكسوف فقط. نعم.